أوقاتكم، السلام عليكم. مواقع ومراكز إخبارية أرجنتينية تعلن باسريلا مدربا للمنتخب السعودي بتوصية من مواطنه صبيا. دورة الخليج تعود في موعدها ديسمبر المقبل شريطة موافقة لجنة تفقد المنشآت والمنتخبات السبعة. البطل والوصيف يبدأان حملتهما في دوري 2016 والاتحاد يحقق فوزا سهلا على نجران. مع إطلاق التصاميم الجديدة للأندية، من أين جاءت ألوان الأربعة الكبار؟ قراءة في التاريخ. أهلا بكم. أعلن رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ طلال الفهد الصباح عدم ممانعته استضافة كأس الخليج نهاية العام الحالي في حال وافقت بقية الدول المشاركة على الموعد. وأضاف في مؤتمر صحفي أن الاتحاد المحلي يعاني من توقف الدعم من الهيئة العامة للشباب والرياضة. عبر الهاتف يلتحق بنا الآن سمو الشيخ طلال الفهد صباح رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم. سمو الشيخ أهلا بك معنا. يعني الأنباء قالت بالتأجيل ببيان رسمي، ثم الآن أنباء أخرى بعودة كأس الخليج في ديسمبر في الكويت. هل هذه الأنباء الأخيرة رسمية أم أنها يعني معلقة حتى الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكرك على اللقاء ورحب بالسادة المشاهدين. الحمد لله، يعني كما تعلمون أن تأجيل البطولة تم بناء على اجتماع للإخوان أمناء العامون للاتحادات بعد تكليف رؤساء الاتحادات بأخذ القرار النهائي في هذا الخصوص. نعم. تقديرا للوقت وحتى لا يتداركنا الوقت، وفعلا تم الاجتماع في الكويت واتخذ القرار حقيقة بتأجيل البطولة بناء على طلب من الاتحاد الكويتي كرة قدم بعدما لم يكن هناك تجهيز كامل لجميع الاحتياجات الخاصة بمثل هذه البطولة. ومن ثم حصلت تغييرات الكل تابعها في الشارع الرياضي أو في الوسط الرياضي الخليجي وخاصة الكويتي. ومن ثم طلب أن إذا كان في إمكانية إعادتها مرة أخرى في نفس التوقيت، ونحن كاتحاد الكويتي لا نمانع في هذا الأمر، وبالتالي سندعي إن شاء الله نطلب من رؤساء الدول الاتحادات الخليجية والعراق واليمن أن بكتب رسمية أن يوافقوا على اجتماع مرة أخرى للأمناء العامين للنظر مرة أخرى في عودة البطولة في توقيتها، وإن شاء الله يوم الأحد راح تطلع الكتب كلها إلى هذه الاتحادات، ونسأل الله إن شاء الله أن يوفقنا ويوافقون على الاجتماع، من ثم يأتون إلى هنا ويناقشوننا في كيفية إعادة البطولة إلى نفس التاريخ السابق بإذن الله. جميل. سمو الشيخ، يعني هل ستكون الملاعب جاهزة اللي كانت سبب التأجيل؟ والله يعني الآن حسب اللي تأكيد الحكومي لدينا بأن سيتم تغيير الملاعب اللي تم اختيارها إذا وافقت اللجنة التفقدية والأمناء العامين. نعم. بدل من ملعب نادي النصر الرياضي إلى ملعب نادي الكويت الرياضي، وأنه سيكون جاهز في استحقاق القادم. ونحن ننتظر لجنة التفقدية وننتظر قرار الأمناء العامين، سنعرض عليهم كل التعديلات اللي الهيئة العامة ستعملها في نادي الكويت، ونسأل الله إن شاء الله أن يوفقنا وموافقتهم على هذه التعديلات. ونحن جاهزون عموما، الكويت جاهزة دائما لاستضافة أشقائها بأي وقت، لأنه الحمد لله لدينا الخبرات الكثيرة في مثل هذه الاستضافات، وهي ليس أول مرة نستضيف فيها مثل هذه البطولة. والله الموفق إن شاء الله يا أخوي. نعم. سمو الشيخ، يعني هل ستخرج اللجنة من جديد، لجنة التدقيق لزيارة المنشآت؟ هذا قرار يعود للأمناء العامون. نحن الآن سنطلب من الرؤساء الموافقة على عقد اجتماع للأمناء العامون، ومن ثم سيكون إذا كان هناك موافقة بإذن الله على هذا الأمر، أكيد الأمناء العامون سيحددون تاريخ معين. أتوقع إن راح يكون معهم اللجنة التفقدية أو تي قبلهم كما جرت العادة قبل الاجتماع للأمانة العامون، دائما تكون اللجنة التفقدية عاملة تقريرها. أتوقع أن هذه الأمور كلها سنشهدها في الأسابيع القادمة إن شاء الله. قبل نهاية هذا الشهر سنعرف القرار النهائي، إما استمرار التأجيل أو عودة البطولة في موعدها. اي اتوقع ان يعني بالكثير الاسبوع الاول من سبتمبر يكون القرار النهائي، يعني على الكثير ان شاء الله. التاخير لم يكن من الاتحاد، احنا اليوم حقيقه في اجتماع اليوم اللي كان مستمر لمده تقريبا 4 ايام
قفل اليوم وتم تسكير المحضر اليوم، كان في مثل هذا القرار بالأمس القريب. اللجنة الشبابية الرياضية في مجلس نعم. الوزراء أكدت بأن الكويت على استعداد كامل لتجهيز الملاعب وكل هذه الأمور اللوجستية، وبالتالي نحن حزمة منعود. وأسأل الله إن شاء الله أن يوفقنا، وأسأل الله إن شاء الله أن الدول الإخوان الأمناء العامون والرؤساء الاتحادات أسف رؤساء الاتحادات والأمناء العامون واللجنة التفقدية ستجد ما يسرها إن شاء الله، وبالتالي تعود دورة الخليج في نفس توقيتها هذه السنة إن شاء الله. جميل، نتمنى ذلك. بس مشيخ، يعني معناته المؤتمر الصحفي اللي بتعقد أنت الأسبوع الجاي ما حيكون فيه قرار نهائي؟ لا، أنا ما أعطيتك كل التفاصيل. المؤتمر الصحفي هو القرار النهائي. إحنا كاتحاد الكويتي جاهزين يعني إن شاء الله لهذه الإجراءات، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، والقرار الآن بيد الدول الاتحادات الخليجية، ولا نملك إحنا قرار لوحدنا. هي منظمة لها لوائحها ولها شغلها، وبالتالي القرار لديهم يشوفون إن شاء الله على أرض الواقع كل التعديلات اللي تمت أو كل الأمور اللي إن شاء الله تريحهم. إنما المؤتمر الصحفي هذا لا، لكشف الحقائق وما دار قبل ذلك. وانت الظاهر اخوي بتال تبي تحرق للمؤتمر الصحفي، وانا هذا حد الكلام. لا يا شيخ طلال، ما نبي نحرقه، يعني هذا يعني نفهم انه المؤتمر الصحفي جاي شأن كويتي خاص. بالضبط، هو شأن اي بيكون بين المؤسسة العامة للشباب الرياضة وبين اتحادك. بالضبط، يعني طيب ما نبغى ندخل في التفاصيل، خلاص كيفكم انتم؟ احنا اليوم نبي دوت الخليج بس. اتخذناها بالامس قرارات مهمة اتخذها مجلس ادارة بالامس، واستمرارا لهذه القرارات، فهذا شأن ان شاء الله احنا كفيلين بحل بيننا وبين الهيئة العامة للشباب الرياضة. نعم، اشكر لك تجاوبك سمو الشيخ. اتمنى تجدون طريق لإقامة كأس الخليج المقبلة. شكرا لك الشيخ طلال الفهد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم. دورة الخليج في نسختها 23 إذن واجهت أزمة في المواعيد، هنا تسليط على كل المستجدات العالقة والمتعلقة بهذه الدورة. بدأت قصة الكويت مع الاستضافة الرابعة لدورة الخليج في سبتمبر من العام الماضي، عندما أعلن أمير سر الاتحاد الكويتي لكرة القدم وعضو اللجنة الدائمة للأمناء العامين لبطولة كأس الخليج سهو السهو موافقة اللجنة بالإجماع على إقامة خليجي 23 في الكويت، وتم تحديد شهر ديسمبر من العام الحالي أو يناير من العام القادم كموعد لإقامة الدورة. واعتمد رؤساء الاتحادات الخليجية استضافة الكويت لهذا الحدث في اجتماعهم في شهر نوفمبر الماضي. وفي إبريل الماضي قام وفد لجنة التفتيش الخليجية بزيارة ميدانية لملاعب الكرة والمنشآت الرياضية في الكويت، حيث كانت حالة الملاعب عقبة في تقرير اللجنة والتي يترأسها القطري سعود المهندي. وبدأت خيوط أزمة المواعيد تتشكل في الثالث من شهر أغسطس الحالي، عندما تقرر تأجيل المسابقة لعام واحد بإجماع أمناء سر الاتحادات الخليجية، كما أعلن الاتحاد المحلي بشكل مفاجئ، رغم أن أغلب دول المنطقة برمجت رزنامتها الكروية بإجراء المسابقة في نهاية 2015. جاء الرد في السادس من أغسطس عندما أكد المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة بالكويت الشيخ أحمد المنصور الصباح بأن الكويت على أتم الاستعداد لاستضافة البطولة في موعدها المحدد، مضيفا بأن المنشآت الرياضية والملاعب ستكون جاهزة قبل موعد انطلاق البطولة بفترة كافية. وفي تطور جديد، في 17 من الشهر الحالي جاء بيان من مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي بالموافقة على توصية اللجنة الدائمة لشؤون الشباب وتأكيدها على استعداد الدولة لاستضافة البطولة في موعدها المقرر وجاهزية كافة المنشآت الرياضية وبصفة خاصة استاد جابر الدولي. رئيس الاتحاد الكويتي في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء ربط إقامة البطولة في موعدها القديم بموافقة الدول المشاركة، مشيرا إلى مؤتمر صحفي قريب لإعلان كافة التفاصيل. ظفر للمؤذن العربي. وهذه وقفتنا الأولى، نتابع بعدها في المرمى. الاتحاد الجديد يجتاز نجران بهدفين، والفتح القديم يعيد شيئا من بريقه. على ذكريات كابوس جدة الماضية، الأهلي وجه التعاون والبطل يبدأ حملة الدفاع عن لقبه أمام هجرة. أهلا بكم من جديد. في اليوم الثاني للدوري السعودي لكرة القدم فاز الفتح صاحب لقب في هذه البطولة على مضيفه الخليج بهدفين دون رد، فيما تفوق الاتحاد
على نجران بهدفين لواحد. إذن المباراة الأولى نجران والاتحاد والتفاصيل مع ديما الساح. عيون التونسي فتح الجبال تؤكد أنه لا يمكن اعتياد البدايات أو التعامل معها بغير الرهبة والخوف والحماسة. المهمة تبدو سهلة نسبيا لصاحب المركز الرابع الموسم الماضي، مع أن هزات رأس الروماني بولوني تشي بصعوبة إبصار 3 نقاط قادمة في الرصيد. الدقيقة 15 قدمت مشهد إحراز هدف التقدم الأول للاتحاد من كرة ثابتة نفذها سان مارتن. وجوه فرحة بهدف التقدم الأول وأخرى تبحث عما لا يمكن لنا أن نعرفه. كلمات وتوجيهات يلقيها التونسي فتح الجبال فيما فضل الروماني بولوني تزويد لاعبيه بزجاجات مياه. سان مارتن يقع مصابا ويخرج من أرض الملعب. مشاهد محاولات التسجيل تتكرر، إلا أن الشباك بقيت صامدة ولم تهتز. كتيبة الروماني بولوني سعت منذ انطلاق الشوط الثاني للبحث عن هدف ثان. في الدقيقة 54 حاول عيسى المحياني تقليص النتيجة بكرة من فيصل الحربي، إلا أن أقدام حمد المنتشر كانت حاضرة لإبعاد الكرة. في الدقيقة 62 استعد ريفاس لتذوق طعم مشاعر التسجيل من ضربة جزاء، طعم لن ينسى فيه لذة إحراز أول هدف له في الدوري المحلي. فهدي المولد استلم بعدها كرة وراوغ، فعل كل شيء ممكن إلا التسجيل. عقارب الساعة مشت وأهدته ضربة جزاء في الدقيقة 87 أهدرها صاحب القميص رقم 8. قبل انطلاق صافرة النهاية قلص وسام وهيبة النتيجة بهدف نجران الأول، نتيجة سجل بها الاتحاد أول 3 نقاط في الرصيد، فيما بقي سجل نجران خاليا من أي منها. ديما محمد السائح، العربية. وتحول إلى تركي العواد يلتحق بنا من الرياض. تركي، كيف شفت الاتحاد في حضوره الأول في الدوري؟ طبعا شفنا في كأس ولي العهد كحضور موسم، لكن الدوري يمكن له استراتيجيته الخاصة ويبان نفس الفريق فيه. والله ما كان جيد، يعني فريق الاتحاد بالذات الشوط الأول، يعني الفريق كان بطيء جدا، كان تمريرات كثير يعني بالخطأ. فهد المولد الشوط الأول وعبد الفتاح عسيري كانوا فاتحين على الأطراف بدون ما في تحركات، بدون كورة، خصوصا اللاعبين مع نجران شفناه من بداية المباراة مرتبك، شفنا اللاعبين يدخلون مع بعض ما في تفاهم، وتكلمنا عنها البارح أنه يعني كثرة التغييرات أكيد بتضر بنجران ولكنها أيضا أضرت بالاتحاد. فهد المولد كان بإمكانه من الشوط الأول أنه يكون أكثر يعني فاعلية، ولكنه ما فعل هالموضوع إلا في الشوط الثاني. في الشوط الثاني بدأ يتحرك بدون كرة، بدأ يعطي فرصة لعيبة الوسط أنه يمرروا له خلف المدافعين، ونعتقد أنه نجح سواء بركلة الجزاء أو بالكرة اللي انفرد فيها وضعها بشكل غريب، ولكن أداء غير مطمئن بالنسبة للاتحاد. يمكن سان مارتن هو اللاعب الأكثر بروزا في الفريق يعني بصناعة اللعب وبالتقدم، هو اللاعب الوحيد اللي قادر أنه يربط الوسط بالهجوم، ولكنه غير كافي، خصوصا أنك لاعب ب يعني محورين ارتكاز ثابتين ما عندهم القدرة على الخروج، لازم يكون فيه محور ثابت وأيضا يعني محور آخر يتقدم ويصنع اللعب ويسدد. لكن أبو سبعان كان اليوم ضايع، يعني ما له يعني وجود حقيقي في المباراة. يعني أحسن المدرب لما طلع على الشوط الثاني، أنا أعتقد أنه ورجع مارتن لي أنه يكون محور ارتكاز، لكن بشكل عام الاتحاد ما قدم مستوى جيد. ساعده في المقابل أنه فريق نجران ما كان جيد أبدا، يعني فريق نجران كان يفتقد، يعني فريق نعرف دائما لما تلعب فريق صغير مع فريق كبير أنه أنت لازم تعتمد على الهجمات المرتدة وتستغل اندفاع الفريق، لكن كان عنده ضعف في وسط الملعب. فيصل زايد ما كان في أفضل حالات، يمكن التغييرات يعني رائد العمري ووسيم يعني وهيب هم اللي كانوا يعني قادرين أنهم يسوون شيء، لأنهم كانوا أسرع فريق كان يفتقد للسرعة، خصوصا أنه المحياني أيضا بطيء وما كان قادر أنه يسوي شيء. فأنا أعتقد أن الفريق يحتاج إلى رأس حربة سريع، يحتاج إلى لاعب في وسط الملعب ليلعب الكرة السريعة للفريق إذا يبغى يواصل في دوري الدرجة الممتازة. أنا أعتقد أنه وضع نجران غير مطمئن أبدا. نعم جميل، خلينا نتكلم شوي عن الأجانب في ظهورهم الأول في الدوري، كيف شفتهم؟
يعني بالنسبة ريباس شفناه احنا طبعا مباراة الأولى، ومونتاري أيضا شفناه، يعني الظهور العادي، ما هو بالظهور يعني الكبير ولا بالظهور السيء. أنا أعتقد مونتاري بالذات يعني في وسط الملعب بطيء، ولكنه كان يحتاج إلى لاعب سريع معاه، يعني كان وجوده بسبعان ضايقه كثير في 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 المنطقة، ما أعطاه الفرصة أنه يكون معاه لاعب يتحرك كثير، خصوصا اللاعبين قريبين من نفس الأسلوب. ريباس أنا أعتقد أنه يحتاج إلى وقت أطول، لكن عنده الموهبة، عنده القدرة بشكل كبير على التحرك على اليمين وعلى اليسار، واستفادة من فتاح عسيري وفهد المولد، ولكنه ما كان يتحرك، يعني كان ثابت أكثر كراس حربة، كنت أتمنى أنه يتحرك ويتفاعل مع فهد المولد ويخلق، لأن فهد المولد يخلق فرص للآخرين عندما يتحرك، ريباس ما كان موجود بهذا الشكل. بالنسبة لفريق نجران أيضا عنده مشكلة نفس الشيء، يعني سيمبو نزل في الشوط الثاني، ما كان لها يعني ذاك الوجود. مامادو هو الوحيد اللي تحس أنه جيد، فيصل زايد لاعب جيد ولكنه يحتفظ بالكرة زيادة عن اللزوم، عرياته غريبة، يعني ما كان اليوم قادر أنه يسوي شيء، يعني مع أنه الجهة يعني اليمين بالنسبة للاتحاد كانت سهلة، كانت اختراقها، يعني من نزل رايد العمري قدر يخترق مرتين وعرض كرة يعني بشكل جيد، ولكن ما في ظهور كبير. بقي سام مارتن هو الأبرز في الأجانب اللي شفناهم اليوم الستة على الأقل. نعم، وهو اللي بيتغير. طيب كابتن، هذه أكبر مشكلة إذا تغير. حتى الآن يعني يمكن يتغير ويمكن ما يتغير، بس حتى الآن هو الأقرب. كابتن، فيما يخص المدربين، أيضا مدربين الاثنان جدد في الفريقين، في لمسات واضحة. بولوني يتكلم عنه مدرب صحيح صاحب تاريخ، أو خلينا نقول صاحب الكل يمتدحه اللي عمل مع بولوني، لكن إنجازات ليس لديه إنجازات كبيرة في تاريخه. صحيح، يعني هو مدرب بكل تأكيد واضح لمسات. أنا أعتقد تغييراته السريعة يعني واضح أنه عرف الفريق بشكل كبير، حس أنه الفريق في الشوط الأول يفتقد للنزعة الهجومية، يفتقد للتحرك بدون كرة. الشوط الثاني ترى الفريق تغير، صار يتحرك بدون كرة، يمكن ما شفناها بشكل كبير أو واضحة، لكن واضح أنه مدرب تكلم مع اللاعبين على التحرك بدون كرة واللعب السريع، هذه ترى فادت، شفتها فهد المولد طلع في الشوط الثاني. يعني أعتقد نادي لمسات المدرب. نزول عبد الرحمن الغامدي أنا أعتقدنا دائما جيد بالنسبة للمدرب، لأنه يعطي روح للفريق ويعطي تحركات للفريق. إخراجه لأبو سبعان أعتقدنها واضحة، إرجاعه لمارتن، ممكن هذه إذا مارتن استمر أو ما استمر، إذا استمر بيكون هو المحور الثاني بشكل واضح. فأنا أعتقد أنه المدرب قاعد يتعرف على الفريق، لمساته واضحة. فتح الجبال من الجهة الثانية أنا أعتقدنا أيضا عنده لمسات واضحة، ولكن اللي خانه بشكل كبير أن اللاعبين غير يعني منسجمين مع بعض. تغييراته كانت جيدة، أنا أعتقد الشوط الثاني نجران كان أفضل بمراحل من الشوط الأول، ولكنه ما زال غير جيد. يعني جميل، أرجوك تبقى معي كابتن. سنذهب نذهب للمباراة الثانية. الفتح تغلب على الخليج بهدفين دون رد مرتضى العلوي، والتفاصيل. والشاهد الهدف، والشاهد الهدف، باستثناء بعض جماهير على جانبي الملعب، بدأ اللقاء. هجوم للضيف الأزرق دون خطورة، أما الفعالية أمام الشباك فهي لأبناء سيهات الخليج في محاولات متكررة، والشباك نظيفة. احتار البياوي نصيف وأخذ يفكر، فالتهديد من الخليج بات كثيرا، والفرصة الذهبية هي في الأخطاء من خارج منطقة الجزاء، خاصة إن كان من بين لاعبيك برازيلي يدعى إلتون جوزيه. تقدم القصير الماكر، سدد الكرة أمام حارس لم يتحرك، لتهتز شباكه هدفا أولا للفتح في الدقيقة 26. ولأنه الفتح عندما تفتح شهيته يحب أن يضاعف الأهداف، وهذه المرة من البرازيلي الجديد جوسيمار روبيرتو عندما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 38. في الشوط الثاني حاول أصحاب الأرض العودة بالنتيجة دون جدوى، خفتت أمواج الخليج وبقي نور الفتح مشعا وسط الميدان. وقبل نهاية اللقاء بربع ساعة، الأردني إبراهيم الزواهرة يعيق جوسيمار في منطقة الجزاء بطاقة حمراء أولى في الدوري وركلة جزاء. إلتون يتقدم من جديد، هذه المرة خانت الكرة الماهر البرازيلي وفشل في تسجيل الهدف الثالث للفتح، بذلك حقق الفتح النقاط الثلاث الأولى على مضيف الخليج بهدفين دون مقابل. مرتضى العلوي، العربية. شاء
الحمد لله على الانتصار الصعب جدا أمام فريق محترم جدا زي الخليج. كنا عارفين في البداية اللي المباراة بتكون صعبة جدا افتتاحية، مجموعة لسه جديدة ينقصنا نوع ما من التجانس، بالإضافة إلى العوامل الرطوبة العالية جدا والحرارة اللي بصراحة تم أثرت على المردود العام للمباراة. إذا باش نحكوا على مباراة اليوم، النقطة الأبرز حسب رأيي قرار التوقيت نتاع المباريات خاصة في المنطقة الشرقية في الوقت هذا مع الرطوبة هذه، بكل صراحة ربي عون في يكون في عون اللاعبين، قرار صعب جدا. وشفنا معناتها تأثر الفريقين الاثنين، هذا ما يبررش النتيجة تو نحكوا عليها من الجانب الفني، لكن على مستوى الطقس والرطوبة كانت قاسية جدا والأثر نتاعها كان واضح على اللاعبين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يظهر لي منطق كرة القدم ماهوش الفريق الأفضل دائما ما ينتصر، في بعض الأحيان الواقعية هي اللي تفرض نفسها. اليوم شفنا فريقنا قدمنا تقريب 25-30 دقيقة من أعلى مستوى، كنا احنا مستحوذين، أكثر امتلاك، أكثر سيطرة وأكثر فرص، خاصة ما وفقناش. نعرفوا فريق كيف يبدأ يضم لاعب كما إلتون، إذا تعطيه 10 فاولات يمكن يسجل لك منهم 9. قمنا بخطأ يعني كان من المفروض ما نقعوش فيه، أعطينا خطأ رغم التنبيهات الإلتون اللي نجح في تسجيل هدف الأول، ثم خطأ دفاعي معناتها واضح جدا قبلنا منه الهدف الثاني. نحن لا نهتم عادة أو لا نحرص على تقديم مؤتمرات صحفية المدربين، لكن لأن الكلام كان عن الرطوبة والأجواء الغير رياضية في المنطقة الشرقية تحديدا، تأمل من رابطة دوري المحترفين ومن لجنة المسابقات تأخير مباريات المنطقة الشرقية من أجل اللاعبين ومن أجل مشاهدة كرة قدم حقيقية. من الرياض يعود إلينا أيضا تركي العواد. تركي، خلينا نبدأ من الأخير، نتكلم عن حديث المدربين، كلهم اتفقوا على أنه أجواء لا يمكن لعب كرة القدم فيها، بالذات أن مباريات يعني مباراة لعبت بوقت مبكر يعني حتى لو متأخر، يعني درجات الحرارة الأيام هذه توصل 50. لا، مدن الخليج يعني المدن الساحل الخليجي يعني بالذات رطوبتها عالية في هالفترة، في شهر أغسطس معروفة في 8 و9، يعني رطوبها عالية. الساحل الخليجي غير الساحل الغربي. صحيح، حتى أي حتى مباراة مكة اليوم كان يعني واضح الإرهاق الكبير ودرجة الحرارة، حتى الجماهير كانت تهف على نفسها، يعني واضح أنه في حرارة غير عادية. وتكلمنا يمكن كل موسم نتكلم عن الموضوع قبل أن نبدأ، المفروض أن المباريات تبدأ في سبتمبر، يعني حرام أنك تبدأ في أوغست في 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 عز الحر اللي نعم. الناس العادية تعرق وتتعب من من من, من حرارة الجو. فعلا أثرت اليوم بشكل كبير على اللاعبين، كان فيه يعني عرق كثير، كان فيه اللاعبين يفقدون سوائل بشكل واضح، تركيز تعب من بداية المباراة كان واضح على اللاعبين بكل تأكيد. يعني أنت ما تبغى حتى اللاعب مش عارف كيف يوزع مجهوده على مستوى المباراة، وشفناها أثرت بشكل كبير على الخليج اللي كان مندفع الشوط الأول بشكل واضح ويبغى يسجل هدف ويبغى يعني منتشي بمباراته الماضية والروح الفوز اللي صارت في آخر المباراة مع الباطن، لكنه يعني بعد 20-25 دقيقة بدأ يفقد شوي من تركيزه وبدأت الرطوبة تعمل عمايلها. فنعتقد أن أنت صادق والمدربين فعلا يعني دائما المفروض نحن نبدا على بدايه سبتمبر على الاقل على اخر اوغست، او تتاخر المباريات، يعني المباراه ما تبدا 7 يعني زي اليوم مثلا، تتاخر مباراه شويه يعني ساعتين في الخلف، يكون الجو على الاقل الرطوبه بدات تنزل. صحيح، الساعة 9 أنا أعتقد أنها بتكون مفيدة بشكل كبير، يمكن في الرياض ما يفرق كثير يعني، لكن صادق أنت لما تكون مباريات في رطوبة عالية أنا أعتقد أنه تأخيرها ساعتين بيكون شيء رائع بالنسبة للفريقين. نعم، الفتح شفنا شيء من فتح بطل الدوري؟ ما شفنا كثير الحقيقة، يعني الفتح في بداية المباراة ما كان جيد، كان عنده كثير من المشاكل في وسط الملعب يعني، لكن بدأ يرجع بعد الهدف صراحة، يعني إلتون غير المباراة بالهدف أحبط الخليج، يعني كان الخليج كان متوقع أنه يسجل أو أنه ما يتسجل فيه، أو جلال القادري كان يتكلم معهم كثير عن الفاولات وجاء الهدف من صحيح. فاول، فأنا أعتقد أن الفريق حتى بعد المباراة كان يتكلمون عن الكرة، فجانب من الإحباط. لكن بشكل عام أنا أعتقد أن الفتح كان ذكاء، كان ذكاءه باللعب الكرات المرتدة، جميل. ما كانوا يرهقون أنفسهم كثير بالاستحواذ على الكرة. جويس مار قدم مباراة جدا ممتازة، نعتقد نعم. أنه بيكون يعني دوريس سلوم وآخر، تحركاته جدا رائعة، تسجيل الهدف وعنده يسارية جدا ممتازة، تحركاته نعم. أعتقد كانت رائعة. توفيق بوحيني واحد من المهاجمين المنتظرين، مارك ما كان في أفضل. نعم، جويس مار يعني واحد من المهاجمين جداً. المنتظرين في يعني كان من أهم اللاعبين بورصة الانتقالات في السعودية هالسنة.
بكل تأكيد أنا أعتقد أنه موفق ولاعب يتحرك ويناسب طريقة الفتح باللعب على الهجمات المرتدة، يعني قدرته الجسمانية دائما يطالع الباب يحاول أنه يسدد، ما يحاول يستخدم المهارة بشكل كبير، هذا اللي تحتاجه في الكرات المرتدة. نعم. لمسة لمستين، الثالثة هو يسحب مدافع ويسدد على المرمى. أنا أعتقد أنه يعني توفقوا فيه بشكل جدا كبير، وواضحة أول ظهور له أنه لمساته جدا ممتازة وتناسب فريق الفتح. شكرا جزيلا تركي العواد من الرياض. إذن أربع مباريات تبقت في هذه الجولة، لكن ستلعب اليوم الجمعة مواجهتين يظهر فيهما البطل والوصيف للموسم الماضي. النصر يبدأ حملة الدفاع أمام هجر، والأهلي يحل ضيفا على التعاون، وذكريات كابوس المباراة الأخيرة. مساء الجمعة يلعب النصر والأهلي، البطل ووصيفه كل في مكان، لكن الذكريات تجمعهما، لأن الجمعة شهد تتويج النصر بطلا للدوري الموسم الماضي، وأعلن زيادة رصيد السنوات بلا لقب دوري للأهلي للعام 32. في الرياض سيلعب النصر مواجهته الافتتاحية أمام هجر، ولا يعرف النصر الخسارة في افتتاحيات دوري المحترفين، بل فاز في خمس وتعادل مرتين، ويفقد الأصفر في صفوفه المهاجم المصاب هزازي إلى جانب الموقوفين حسين عبد الغني وحسن الراهب ومحمد عيد، مضافين على مجموعة المصابين. وتبدو حالة الرضا في أدنى مستوياتها على الأورغوياني دا سيلفا. هجر يزور الرياضة بمدرب ثابت منذ الموسم الماضي، ضم 14 لاعبا جديدا بعد أن فرط بتسعة إلى أندية مختلفة، وتحفظ البدايات للأحسائي خسارة وتعادل كلها أمام الهلال الذي ضرب النصر في نهاية الموسم الماضي وخطف منه كأسا أخرى بداية الجاري. من النصر وهجر إلى التعاون والأهلي، ولا يمكن للأهلاويين نسيان التعاون الذي حرمهم في اللحظات الأخيرة استمرار التنافس على اللقب في مباراة الجولة ما قبل الأخيرة الموسم الماضي على الملعب الجوهرة، وستحتضن بريدة نزالهم الأول في مشوار دوري 2016. الاستقرار الفني يسيطر على الدكتين في الفريق القصيمي والجداوي. الأهلي يدربه السويسري جروس، ووقع مع أجنبيين جديدين وثلاثة محليين، فيما التعاون يدربه البرتغالي جوميز الذي شهدت صفوفه انضمام ثمانية لاعبين جدد. انطلاقة الأهلي في دوري المحترفين شهدت خسارة من النصر، فيما انتصر خلال الست سنوات التي تلتها. في المقابل شهد التعاون خمسة مواسم لدوري المحترفين، في لقائه الأول فاز مرة وتعادل مرة وخسر ثلاثا. عبدالله الدرويش، العربية. من الرياض عن هاتين المباراتين يلتحق بنا فيصل سيف، لاعب السابق والمدرب الحالي. فيصل أهلا بك معنا. فيصل، كيف يمكن قراءة البداية لحامل اللقب وهو يعيش شيء من اهتزاز الثقة بينه وبين جماهيره بسبب آخر مباراتين؟ أولا بسم الله، أنا أشوف أنه بداية صعبة، أو النصر يمر في ظروف صعبة، يعني خاصة أنه بعد السوبر يعني شفنا أنه الوضع ما كان بالشكل المثالي، وهنا نقول أنه ممكن تكون بداية صعبة أو نشوفها صعبة، يعني بداية من الاستعداد الظهور اللي كان في السوبر، فهنا مثل ما ذكرت أنه فيه يعني الزعل أو الشيء اللي مو مرضي طموح الجمهور النصراوي. فتعودنا على النصر في الموسمين الماضيين دائما تكون بداياته مثالية، تعاقداته أموره اللي تهمه يعني، فشفنا النصر في بداية موسم يعني ما كان بالشكل المثالي اللي كان ينتظره جمهوره. جميل، كيف يمكن معالجة مثل هذا الاهتزاز في الثقة، خلينا نقول تضميده، لأنك يعني ما تقدر تسوي تغييرات واسعة، بس تقدر تسوي تضميدات، شو الممكن الآن؟ الواضح انه النصر شفناه في بداية او في مباراته في السوبر انه الحالة البدنية عنده مو بالشكل المثالي او المطلوب او اللي المفروض يكون عليه النصر، خاصة انه امام الغريم التقليدي اللي هو الهلال. نعم. فانا اقول انه ممكن النصر يواجه صعوبات خاصة في الجولتين القادمة يعني، وما ننسى ان النصر يعني يعاني من فريق كامل،
10 لعيبه يعني نذكر لك اياهم: العنزي، حسين عبد الغني، عكاش، الفريدي، غالب، الراهب، هزازي. يعني ممكن اي فريق يتضرر من الاسماء هذه، لكن لتضميد الجروح او انه النصر يكون بالوضع الطبيعي، هو عليه انه يتماسك ويعني ينسى مباراه السوبر ويدخل المباراتين هذه ويحاول انه كما عرفنا النصر انه هو فريق بطل يعني. فهنا النصر يكفي باسمه، يكفي انه الموسم الماضي في اكثر من موقف يعني قدر يتخطاه وكان في النهايه بطل. جميل. فاعتقد انه هذه مسؤوليه اللعيبه حاسين فيها. نعم. هجر راح يكون ضيف على النصر، واحد اهم العوامل اللي تكون مساعده للنصر انه المباراه غدا بالرياض، وجمهور النصر معروف بدعمه ومساندته، فهذا طيب. احد أهم الأسلحة يعني. طيب خلينا نذهب للمباراة الثانية، الأهلي والتعاون، أو التعاون والأهلي، المباراة على أرض التعاون أيضا تحمل بعض الذكرى الغير جيدة أو غير الجيدة للأهلي الموسم الماضي، ممكن يكون لها تأثيرات في مباراة اليوم أو تكون متعلقة شوي في أذهان لعيبة الأهلي وهم يشاركون. والله مثل ما قلت، الموسم الماضي البطل والوصيف يعني كان بينهم مشوار قوي، الموسم الماضي كانوا مطاردين لبعض، فممكن الجولة الأخيرة للأهلي مع التعاون كانت كارثة، أو أنه كان الحلم الأهلاوي يتوقف على المباراة هذه، لكن كان للتعاون موقف قوي يعني معاهم. ف مباراة الغد أكيد أنه راح يكون لها شيء من نهاية الموسم أو إيقاف زحف الأهلي الموسم الماضي، فبتكون لها أمور كثيرة يعني. الفريقين جاهزين، نقول أنه الأهلي أكيد أنه الموقف اللي صار معه العام أو خسارته بالتعادل أمام التعاون مؤلمة، مؤلمة كبيرة له، لكن هنا برضو ما يستهان في التعاون، التعاون فريق منظم. صحيح. شفنا بداية الدور الثاني مع المدرب البرتغالي أنه فريق منظم في جميع خطوطه، فريق منظم. من الملاحظ أنه في الأمور الفنية المتطورة في الفريق أنه شفنا ثباته في وسط الملعب، شفنا الافتكاك في وسط الملعب، الهجمات السريعة، عندهم أكثر من اسم يعني. نعم. ممكن نقول في أرض التعاون وممكن برضو يكون منافس قوي بكرة للأهلي. شكرا جزيلا فيصل سيف المدرب السعودي الحالي. تغير الإعداد عن الموسم اللي فات، المدرب دخل الأجواء في الدوري السعودي ويعرف أن الدوري قوي ويحتاج أنه استعداد يختلف عن الموسم الماضي، ودائما لاعبة الأهلي وجماهير الأهلي طموحين أنه نحقق الألقاب. الموسم القادم الفرق كلها مستعدة، كلها معسكرة، عارفين انه الدوري حيكون صعب من البداية، مركزين ان شاء الله، وعارفين انه مسؤولية كبيرة علينا، ان شاء الله ربنا يوفقنا باذن الله. ابدا لك من الاخير، انا التعاقدات طبعا تمت على اساس ايش احتياج الفريق. احنا بنتكلم من العام، من السنة اللي فاتت ايش احتياجات الفريق، على هذا الاساس تمت التعاقدات مع اللاعبين الحاليين اللي هم انضموا معنا مؤخرا. طبعا كلها بمشورة الإدارة ومعرفة المدرب يعني أولا وأخيرا موافقة المدرب في الموضوع كله. الجمهور الأهلاوي أنا أعتبره ما قصر معنا طول الموسم اللي فات، وهو الداعم الوحيد للفريق، أنا أعتبره الداعم المعنوي. يعني يستاهل أكثر من بطولة، يستاهل مش بطولة الدوري، يستاهل كل البطولات اللي ممكن نحصدها من أجله. نتمنى مؤازرتهم معنا لآخر الموسم إن شاء الله. ما يفتد قدم حارس مرمانا المعيوف موسما جيدا رغم بعض الهفوات، وأنا أشعر بالرضا مما حققه معنا، توقعت أن يستمر في صفوفنا، لكن قراره كان البقاء في الرياض. لا أدري إذا كان سيلعب مجددا في السعودية أو خارجها، لكني أتمنى له الحظ السعيد والتوفيق في حياته الرياضية والشخصية على حد سواء. تعرضنا لحالات تعادل كثيرة وكنا نرغب بالوصول إلى الانتصارات بشكل أكثر، ولذلك علينا بذل المزيد من التنافسية وأن نكون جاهزين منذ أول مباراة لعدم فقدان النقاط أمام فرق بطموحات أقل منا. هذا ما حاولنا تحقيقه في التحضيرات للموسم الجديد. نحن جئنا بالمركز الثاني وطموحنا الآن نيل البطولة. نمتلك فريقا جيدا، واللاعبون الجدد يجب أن يتحقق لهم الانسجام لتقديم المردود المطلوب منهم، وأنا واثق بأن السومة سيستمر في تحقيق لقب الهداف وتقديم مستوى ممتاز.
وهذه وقفتنا الأخيرة، نتابع بعدها مدرب المنتخب السعودي الجديد وإطلاق الأندية لقمصانها الجديدة وكيف تم اختيار ألوانها، قراءة في التاريخ. أهلا بكم. أعلنت مواقع إخبارية أرجنتينية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم اتفق مع الأرجنتيني دانييل باسريلا ليقود المنتخب السعودي في عقد يمتد 3 أعوام يشرف فيه على الفريق الأخضر في تصفية كأس العالم وتصفية آسيا التأهيلية، وربما يقوده في دورة الخليج المقبلة في الكويت إذا أقيمت في موعدها. وبحسب المواقع ذاتها، جاء اختيار باسريلا بترشيح من مواطنه صبيا بعد تعثر الاتفاق مع الأخير لعدم رغبته العمل في منطقة الخليج. وعلى الهاتف التحق بنا رشيد غارسيا، لاعب السابق الأرجنتيني والمحلل الرياضي الحالي في الصحافة والتلفزيونات الأرجنتينية. سيد غارسيا، أهلا بك معنا. تناقلت المواقع الإخبارية الأرجنتينية توقيع باسريلا الدولي العالمي اللاعب السابق والمدرب الحالي لصالح المنتخب السعودي، هل فعلا هناك توقيع أم اتفاق؟ بالحقيقة في هذا الوقت في الأرجنتين تحدثنا عن هذا الموضوع مساء اليوم حوالي الساعة 7 مساء. إذن هو يفاوض أو تفحص العرض في الوقت الراهن، وتحدثنا مع مساعدي باسريلا هناك، ونحن بانتظار القرار النهائي من باسريلا لإنهاء المفاوضات وإنهاء العقد بشكل نهائي مع المنتخب السعودي، ومن المحتمل أن يقوم بإعطاء الرد في خلال الساعات المقبلة أو غدا صباحا، ويمكن أن يعطي الجواب مباشرة إلى المنتخب السعودي. ولكن باسريلا كما تعلمون هناك إجراءات في داخلية في الأرجنتين، الاتحاد الأرجنتيني، هناك بعض الإجراءات الإدارية التي يجب أن يقوم بها قبل إعطاء جوابه النهائي للمنتخب السعودي حول هذا الاتفاق، ويمكن أن يحصل هذا في صباح الغد أو غدا بشكل عام. نعم، ويمكن أن يوقع حسب اعتقادي. نعم، جميل. سيد غارسيا، يعني المواقع الأرجنتينية أيضا قالت بأن المفاوضات السعودية لباسريلا كانت بتوصية من المدرب الأرجنتيني الكبير صابيا، هل يعني من تعليق على هذه الجزئية تحديدا؟ بالضبط، هذا صحيح. عندما قام بتفحص العرض من قبل المنتخب السعودي، وهذا العرض بالتأكيد تم بناء على توصية الأخير كما ذكرتم قبل قليل، فباسريلا كان أيضا مساعدا ولاعب في المنتخب الأرجنتيني، وكان لاعبا مهما في الأرجنتين كما تعلمون، ولديه خبرة واسعة وكبيرة، والمنتخب السعودي مهتم بهذا اللاعب، وقام أيضا بإعطاء التوصية لكي يكون على في المنتخب السعودي. جميل جميل. سيد غارسيا، يعني من خلال متابعتك لباسريلا، هل هو الخيار المناسب للمنتخب السعودي، خاصة بأنه معروف عن باسريلا بأنه مدرب صارم جدا خارج الملعب وداخل الملعب، والكل يذكر حادثة قصه شعور لاعب المنتخب الأرجنتيني عندما قاده؟ هذا صحيح، وإذا أنت طلبت رأيي الشخصي أنا أريد أن أقول لك وللمشاهدين أن سابيلا هو الشخص المناسب للمنتخب السعودي، ولكن رأيي الشخصي وحسب خبراتي، فن
نعم. فان بسر ليس كذلك، او هذا انا رايي لدي راي معاكس، لان بسر يقوم لانه لم يقم بالعاب بممارسه حقيقيه ومهنيه منذ تقريبا العام 2007، وبالتالي هذا هو رايي الشخصي على كل الاحوال كمدرب، وليس مدرب في الوقت الراهن، فبالتالي فهذا يعني أنه لم يقم بعملية التدريب في الأشهر الماضية، ولكن كما تعلمون أيضا أن المنتخب السعودي يريد أو بحاجة إلى مدرب قوي ولديه خبرات واسعة في مجال كرة القدم. نعم، ونحن نعرف طبيعة العمل هنا في منطقة الخليج، العمل الرياضي والتدريب الرياضي، جميل. وأنا لست واثقا بشكل أكيد أن بسر الله هو الشخصية المناسبة في الوقت الراهن لقيادة المنتخب السعودي حسب رأيي. جميل جميل، أشكرك رشيد غارسيا المحلل التلفزيوني والصحفي الرياضي واللاعب الأرجنتيني السابق. دانيال باسريلا من أشهر المدافعين في تاريخ منتخب الأرجنتين لكرة القدم، رغم مركزه لحماية المرمى سجل 134 هدفا في 451 مباراة على مستوى الأندية في سن 25، توج بلقب كأس العالم في بلاده بعد الفوز على هولندا. لعب باسريلا في بداية مسيرته الكروية مع ريفر بليت، ثم انتقل إلى الملاعب الأوروبية ودافع عن نادي فيورنتينا وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي. مسيرته الدولية مرت بمستوى متواضع في مونديال 82، وغابت الإصابة عن المكسيك 86. إثر الاعتزال في عام 89 تولى تدريب ريفر بليت لخمس سنوات قبل أن يقود المنتخب الأرجنتيني في تصفيات ونهائيات كأس العالم 98، أحدث أزمة برفضه الشعر الطويل وارتداء اللاعبين لأي حلق، ما جعل كانيجا وريدوندو يرفضان اللعب تحت قيادته. بعد الوداع أمام هولندا استقال من منصبه وتولى تدريب الأوروغواي دون أن يكمل معها تصفيات مونديال 2002. قاد بارما الإيطالي، توج بلقب الدوري المكسيكي مع فريق مونتيري، وطرد من قيادة كورينثيز البرازيلي قبل أن يصبح مدربا من جديد ليفر بليت ويتولى رئاسته فيما بعد. سنتابع خبر باسريلا في مواجهنا الرياضية المقبلة، مفاوضات مع الاتحاد السعودي التي اقتربت كثيرا من التوقيع كما قال رشيد غارسيا ومواقع الأرجنتينية. أيضا سنتابع عن طريق أو ستتابعون المزيد على صفحتنا الرياضية في العربية نت. باسريلا إذا ما قاد المنتخب السعودي سيكون ثاني مدرب في تاريخ المنتخب السعودي يقود المنتخب السعودي، وهو قد حقق كأس العالم كلاعب. أتمنى التوفيق مع إطلاق الأندية لقبصانها الجديدة، كيف تم اختيار ألوانها؟ هذه قراءة في تاريخ الألوان. أما أنا فألقاكم. كرة القدم بقوانينها وتنظيمها بدأت فعليا مع بداية القرن العشرين، أما أطقم اللعب والقمصان والأدوات فتاريخها أبعد بكثير. مع نهاية عصر النهضة وبداية العصر الفيكتوري في إنجلترا، تم العثور على الطقم للعب كرة القدم وأحذية مصنوعة من الجلد تعود لعام 1526، كانت من بين مقتنيات الملك هنري الثالث. عام 1845 بدأ الإنجليز بوضع قوانين اللعبة، القوانين التي نعرفها الآن. وقتها كان يلعب فريقان ويلبس اللاعبين ما يحلو لهم، على أن يضع لاعبي كل فريق قبعة وحزام موحد كي يميز زملائه. عام 1870 بلاكبيرن روفرز خرج بأول طقم موحد. في العام نفسه بدأت أندية إنجلترا بتقليد بلاكبيرن روفرز. انتشر الموضوع في العالم لاحقا، وكبار الأندية حاليا ألوان أطقمها جاءت من ما صنعه الإنجليز. فيوفنتوس مثلا اشترى قمصان من نوتس كاونتي، قمصان مخططة بالأبيض والأسود. أتلتيكو بلباو الإسباني أخذ قمصان ساندرلاند. أما برشلونة الإسباني فمؤسسه خوان جامبر أخذ قمصان إف سي بازل السويسري الذي يملكه أيضا، وجعلها قمصان الفريق الكتالوني. وهكذا
أما تحول القميص مع رقم واسم لاعب معين إلى تجارة فتأخر حتى عام 1975 على يد ليدز يونايتد، غير لون قمصانه التقليدية التي كانت زرقاء وحولها إلى بيضاء تيمنا بريال مدريد المسيطر على أوروبا ذاك الوقت. طرح قمصانه للبيع في متاجر مع أرقام اللاعبين وطرح فكرة وضع إعلانات عليها، تبعه الجميع ووصلنا إلى ما هو عليه اليوم. في السعودية اتحاد جدة أول من أعلن تأسيسه عام 1929. ألوان قمصان الفريق جاءت من السودان وهي ألوان نادي اتحاد ود مدني وهو نادي سوداني غير رسمي في ذاك الوقت. أنا بقولنا إبراهيم إحنا أسسنا الفريق ونبغى شعار، قال والله شوف لكم ما في إلا محلين في السودان. قطب جدة الثاني الأهلي بعد التأسيس عام 1937 كان شعار النادي باللونين الأزرق والأبيض، شعار ورثه من نادي الهلال البحري الذي تحول للثغر ومن ثم للأهلي، ومع تشكل أول لجنة إدارية للنادي قرارها الأول كان تغيير ألوان النادي إلى الأخضر تيمنا بالعلم السعودي. أما النصر فعام 1955 أسسه الشقيقان زيد وحسين الجبعة، اختار اللون الأصفر وهو لون تربة الجزيرة العربية والأزرق لون بحرها، وبعد ذلك قام رئيسه الراحل عبد الرحمن بن سعود بوضع خريطة شبه الجزيرة العربية شعارا للنادي. الهلال الذي تأسس عام 1956 على يد عبد الرحمن بن سعيد تحت مسمى النادي الأولمبي وأصبح بعدها بسنة الهلال. عند التأسيس أرادوا لونا متميزا عن باقي ألوان الأندية السعودية الموجودة آنذاك والأندية العربية المشهورة، فاختاروا اللون الأزرق. رفيق الحلوة العربية.